التصميم الداخلي فن وعلم، بيشمل آليات وتقنيات وابتكار لجديد وإحياء لأنماط قديمة في السكن كالتقليدي، الانتقالي، البوهيمي، بالإضافة للحديث، البسيط، الإسكندنافي والساحلي وأنماط هوليوود غلام والنمط المعاصر، مع مجموعة من الفنانين والمهندسين. أبدعت الحضارات أساليب مذهلة كأشور وبابل والفراعنة وكريت والإغريق والعصور الوسطى بأوروبا والعصور الإسلامية وأمريكا والصين والهند، حتى صار الشكل بوقتنا يتبع الوظيفة وبيخدم أكثر من غرض واحد، مع توفير التكاليف وتعزيز الإحساس بالجمالية والحماية والسلامة ودعم البيئة والمناظر الطبيعية، وصولاً لأشكال الاستدامة مستقبلاً. بيرتبط التصميم الداخلي بالتحليل المفصل وتعدد التخصصات يلي بيبدأ بدراسة الإنسان وأبعاده الجسدية والنفسية وفهم تنوعه واختلاف حركته ضمن الفضاء والمساحة، كمهنة جادة تسمح للمصمم بتوفير حلول مرنة فعالة مريحة، إضاءة مناسبة وديكور لجدران وأثاث وألوان بتلبي احتياجات السكان بجميع المجالات المنزلية والعملية بمساعدة أحدث البرامج الخاصة بالتصميم. ومن أهم المصممين روبرت كوتوريه وكيلي ويرستلر وسيغ بيريغمان وفيكتوريا هيجن، يلي بنوا تصميماتهم على كميات هائلة من الأدبيات والتخطيط والمكونات المادية، وإن شاء الله حياتكم مليئة بالألوان.